يتقال برضو بمناسبة التجديد لكارلوس كيروش أو إمكانية التجديد لكارلوس كيروش إنه في ناس في الجهاز المعاون ممكن ما يبقوش موجودين الفترة الجاية في جهاز كيروش كلام ده بنسمعه من وقت ما كان كيروش أو المنتخب في كاس الأمم الأفريقية رجعنا وإحنا واخدين وصافة البطولة ولسه بيتقال الكلام ده إنه في ناس من الجهاز المعاون ممكن يمشوا هل الكلام ده صحيح؟ هل له أي أساس من الصحة ولا مش موجود؟ كل ده برضو توابع الإعلاميين بيقولوا على غير الحقيقة احنا رجعنا تاني يوم كروش اجتمع مع المدير التنفيذي اداله الطلبات للتجهيز لمباراتي السنغال من ملاعب التدريب انه بيطلب ملاعب بشكل معين يعني وانا معاه هناك هناك ما بيتمرنش في ارض مفتوحه هم. يحب يتمرن في استاد مقفول علشان ت... الاجهزه المعاونه كلها معاه ت... تشتغل آه طلب انه يلعب على استاد القاهره هم. وطلب حضور الجماهيري ايوه تمام دي الطلبات اللي طلبها هم. ولما اتعرض عليه قال له الدوري هيتم استئنافه ادى اوامره للجهاز المعاون ما يسافروش ويتابعوا مباريات الدوري ويتابعوا مباريات الاهلي ومباريات افريقيا لكل كل حاجه ويكتبوا تقارير متصوره وكامله عشان اول ما يرجع بعد يومين هيتعرض عليه الكلام ده مم. مفيش بقى في القرارات بتاعته لا خالص لا, 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 لا او تبديل مش موجود يعني الكلام ده مش موجود لا لا لا, لا يعني الجهاز يعني ده اللي موجود في مباراتي السنغال انا بقول لك الكامل. وباكد لك ان أوه. شاء الله بعد يوم 15 مجلس ال... الاداره داعم كامل للاعبين وللجهاز الفني كامله لاداء مهمته <applause>